لو كنا صغار كنا نزلنا لعبنا بالنهر. أكيد كنت نزلت معي. بعرف مكان أحلى منه. منروح إذا بدك. إيه ليش لا منروح؟ يعني هاد إذا رجعت بالسلامة طبعاً. شبك فتون ليش هالحكي؟ أنت عم تشوف شو عم يصير معنا. هدول الجماعة مو سهلين. سمعت إنه رح تهجموا عليهم المساء. إيه شوفي شو يعني هي أول مرة فتون؟ بإذن الله رح نروح ونرجع. أصلا مو هي هي المشكلة. شو قصدك هلأ؟ قلي أنت شو قصدك جود؟ فهمني بقى. فتون لا تفكري بهي القصص، فكري هلأ بس بوضعنا. ليش شو بوضعنا؟ أخوكي فتون بترجعكي فهميني، هو أكثر من أخ بالنسبة لي، هو توأم روحي. لما نحن عم نطلع بالسر ومن ورا ظهره عم اتضايق ويوجعني قلبي. إيه لا تساوي لكن هيك جود، كتير بسيطة. فيك بكل بساطة تيجي لعنا على البيت وتطلب إيدي من أخي، يعني مثل أي اثنين. تمام بعرف رح يزعل، بس هو كمان ما بيقدر يستغني عنك بالأساس، رح يرضى. وإذا ما وافق بهرب معك. كيف؟ شبك لا تجني فتون، مستحيل أعمل شي بدون موافقة أخوكي، والله ساعتها بنتحر أشرف لي. انتحر لكن، انتحر، تضرب بها الرأس. يعني شو له لزوم هالحكي هلا؟ معقول ما بتضحي مشان البنت يلي بتحبها؟ إلا إذا كنت ما بتحبني جود. عم تمزحي معي؟ لا جود، لأنه هلأ مو وقت المزح. فتون رح يكون كل شي منيح، وبوعدك رح وقف بوش أخوكي من شانك كمان. رح أمسك سلاحي وقل له يا أما بترضى تزوجني أختك يا أما رح أموت. يعني أنت مستعد تموت كرمالي؟ لك أنا مو بس بموت كرمالك، بعمل كل شي. أنا مستعد أقتل كل الدنيا كرمالك يا عمري.